نهافتان تلميذه الثانيه بكالوريا شعبه علوم رياضيه ا كنقرا في مدرسه ديال مجموعه مدارس قوس دوبوي 3 ans الحمد لله كانت واحد الاكسبيريونس زوينه في ليسي كامل قدرت نتعلم بزاف د الحوايج من كاع الاطر سواء التربويه سواء الاداريه كانوا واقفين معنا ودايرين لنا ما شاء الله زعما فحال ولادهم وداك الشيء داز الحمد لله العام زوين بخير ضروري شويه ستريس وداك الشيء ولكن مع الاساس جهود ديال الاساتذه وديال الوالديه بطبيعه الحال خصوصا ماما كنبغي نقدم لها هذا الشكر شكرا بزاف على كاع الوقت والجهد وحتى الفلوس اللي يعني وفرتيهم ليا والحمد لله ما كان ناقصني حتى شي حاجه. السلام عليكم، انا فاطمه الزهره الحل بالغيتي تلميذه في مؤسسه كوس دوزيام باك سيونس ايكونوميك. الحمد لله النتيجه تلقيتها بفرح كبير انا وافراد العائله ديالي. يعني النتيجه اللي تحصلت عليها كنت متوقع انني غنجيب مزيان بفضل الجهود المبذوله مني ومن الاساتذه ديالي اللي في المدرسه بطبيعه الحال. الحمد لله تحصلت على البكالوريا بميزه حسن جدا 18.15. كانت واحد النقطه اللي زوينه بزاف، فرحت بزاف فاش شفت النتيجه وكنبغي نشكر المؤسسه ديالي بزاف بزاف الاطر التربويه والاساتذه ديالي كاملين على المجهودات اللي بذلوا معنا السنه كامله. ميرسي بوكو بوكو بوغ تو. صراحه كانت واحد المواكبه من بدايه العام حتى الاخر، بقاو معنا حتى الاخر سيمانه قبل من الوطني والحمد لله داكش يعني ثمرات المجهود ديالهم راه بانت في لي ريزولتا ديالنا. الوالد السودين حاصل على شهادة البكالوريا شعبة الاقتصاد في مدرسة قوس الخاصة. نشكر الأساتذة اللي قراوني في مادة الاقتصاد وبالخصوص الشكر بزاف الأساتذة ديال التخصص والجامع الأطر التربوية والمدرسية وشكرا. سليماني من مجموعة مدارس قوس متحصل على المعدل 19.15 في الوطني و 19.15 في مويان جينيرال 19.17 في مويان جينيرال. بغيت نشكر الاطار التربوي والتعليمي ديال قوس كامل وخصوصا الاساتذه اللي قراوني في السيزيام وفي الباك. من هذا المنبر بغيت نشكر استاذ الشيوي واستاذ الماط واستاذ امامي واستاذ الفيزيك اللي كان دائما كياثرني وكيخليني انني انا يعني نبقى منضبطه في خدمتي ما نمشيش لخدمتي حاجه اما صعاب يعني المهم اثرني في خدمتي مزيان. بغيت نشكر استاذ ديال الفلسفه واستاذ ديال لونجلي واستاذ الكرمي ديال الاس بي تي. المهم بغيت نشكر الاساتذه اللي قراوني كاملين حيت بفضلهم ولكن بفضل الله بعدا سبحانه وتعالى هو الاول قدرت انني نتحصل على المعدل اللي جبته. شحال من عام انت في هذه المؤسسه ديال قوس؟ قصه مع قوس قصه طويله، كنت قريت عندهم من تحضيري من بعد تحولت في التاسعه والسانكيام ورجعت. علاش رجعت؟ على ود حيت هنا المستوى التعليمي شويه طالع يعني الاساتذه كيعاونوك كيعطيوك كياثروك كيعاونوك من مجموعه ديال النواحي باش انك تجيب واحد النقطه اللي غادي تخليك فخور براسك وتخلي المدرسه فخوره بيك وتخلي والديك ضروري فخورين. معافي ساره تلميذه من مجموعه مدارس قوس شعبه علوم فيزيائيه تحصلت على النقطه الثانيه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى من بعد تلميذه لينا اماني معدل 19.27 في الامتحان الوطني و 19.18 في لا موين جينيرال ديال الباك. بغيت نشكر كاع الاطر بالاخص الاساتذه ديال الرياضيات والفيزياء استاذ الشوان واستاذ امامي كذلك استاذ العلوم كرمي استاذ خاصه استاذ الفلسفه اللي دار معنا مجهودات جباره استاذ يونس حوض وكذلك استاذ شريمي ديال لونجلي. بغيت نشكرهم كاملين وبغيت نشكر حتى استاذ سعيد اللي سهر على اننا نكونوا ديما ديسيبليني استاذ سعيد اللي جا هو الحارس العام كان ديما كيسهر علينا نكونوا ديسيبليني ونجيو في الوقت واخا كان كيزيرنا مره ولكن داكشي كان مصلحتنا الحمد لله. بغيت نشكر والديا ماما وبابا حيت كما هما ما كنتش غنكون انا اليوم هنايا كنت شحال من مره كنبغي نستسلم زعما ولكن والديا كيكونوا هما الدافع انا كاع هادشي تقريبا درتو على قبل والديا الحمد لله. عليكم سميتي هبه ابو مجد كنقرا في دوزيام اني باك سيونس ماتيماتيك ا في جروب سكولير قوس وحصلت على معدل 18.75 في المعدل العام. كيفاش كانت الدراسه عندك في هذه المؤسسه ديال قوس؟ صراحة الدراسة في مؤسسة قوس زوينة بزاف لأننا ديما كنا مؤطرين من طرف الجميع من طرف الأساتذة من طرف الإدارة من طرف الحراس العامين من دائما كنا مؤطرين وحتى لا كاليتي دو فورماسيون زوينة بزاف حيتاش كتشوف بلي الأساتذة ديالك كيديروا اللي في جهدهم أكثر من اللي في جهدهم باش أنت توصل لك المعلومة
وباش ما يخصك حتى شي حاجه في جميع لي ماتيير سونز اكسيبسيون. كانوا كاملين تبارك الله اليوم كيديروا خدمه مزيانه, وفين ما كانت كديرونجينا شي حاجه كانوا الاداره كانوا كيحلوا معنا اي مشكل كان كيديرونجينا. يعني عمرنا ما حسينا براسنا بوحدنا في المدرسه. شوي تقولي للزميله ديالك اللي اماني لينا, اماني لينا اللي جبت اعلى معدل على صعيد الوطني. انا لينا صاحبتي بعدا اول حاجه كتقرا معايا ما شاء الله من 5 و 6 قرات معايا, كانت ديما ما شاء الله عليها متفوقه, كانت ديما كتحصل على لا بروميير نوت في الجميع الاقسام اللي كانوا. تبارك الله عليها مجده وكتبغي الخير للناس وقلبها زوين, واي انسان نيته زوينه وكيخدم وكيتوكل على الله سبحانه وتعالى راه كيوصل. وهي راه زعما فخر لينا حنا كاملين في مؤسسه غوس, حيت حنا كاملين في مؤسسه غوس كتهمنا مدرستنا بالدرجه الاولى, بحال حنا كاملين بحال يعني بحالنا كاملين. الا شي واحد فينا وصل شي حاجه كبيره تبارك الله راه كاملين كنفرحوا بحالك حنايا في غوس. الحمد لله والشكر لله. شنو نقولي للوالدين؟ والديا وقفوا معايا من الاول حتى الاخر, من نهار تزاديت حتى لدابا الحمد لله. ما كان فريمون ناقصني حتى شي حاجه معاهم, سواء بابا سواء ماما, سواء من ناحيه الفينانسيير زعما سواء من ناحيه النفسيه. الحمد لله والشكر لله, عطاني والدين زوينين بزاف كي موتيفي. وفين ما كتكون مقلق حيت فريمون كتجي واحد الوقيته كتولي كتقرب البكاء, يعني ما كتبقاش قادر تكمل كتولي كتقرب البكاء. وهنا فين كيجي الصراحه لو رول ديال الوالدين والغول ديال الثقه ديالك في الله سبحانه وتعالى, وحتى يكونوا عندك صحاب اللي يشجعوك وعائله اللي تشجعك. سميتي زياد توشن, احد تلاميذات مدرسه غوس شعبه العلوم الرياضيه. النتيجه اللي حصلتي عليها؟ تحصلت على النتيجه ديال 18-43 اللي هي الثالثه على المستوى الشعبه ديالنا شعبه العلوم الرياضيه, والحمد لله. لا شك ان الدراسه عموما هي ماشي شي حاجه اللي سهله, ولكن نظرا ان المؤسسه اللي عاونتنا بزاف, سواء من ناحيه ديال الاطول او لا من ناحيه ديال خصوصا المجهودات ديال الاطول ديالنا وكذلك المرافق وما الى ذلك, فالحمد لله الامور كانت في المتناول وقدرنا نمشيو بعيد الحمد لله. وماشي غير انا بزاف ديال التلاميذ. كما كنشوفوا اماني لينا اللي حصلت على اعلى معدل صعيد الوطني, وانتم كزملاء ديالي هنا في المؤسسه, كيفاش جاكم الخبر ديال النتيجه هذه للمؤسسه ديال الكوس؟ مما لا شك فيه هو فخر كبير لينا ولينا براسها طبيعه الحال, نظرا انها هي وحده منا. يعني كتشوف واحد البنت اللي هي منا, كنشوفوها كل نهار كنشوفوا كيفاش كتخدم بحال هكذا, كتشوف بلي راه شي حوايج اللي كبار بزاف ولكن هما ماشي مستحيله. يعني كتشوف بلي كلشي راه في اليد ديالك, غير انت خاصك تحاول. وكذلك ما خاصناش نساو بلي التوفيق من عند الله وكلشي من الله. واحد الرساله للوالدين؟ الوالدين عاوتاني قصه بوحدهم, انهم يكونوا متفاهمين, خصوصا فاش كتكون مثلا تلميذ ديال شعبات العلوم الرياضيه, فراه انهم باش يتفهموك زعما ان الاسلوب ديال الحياه ديالك في هاد العام هذا غادي يتبدل, ما غاديش تبقى تعاون بنفس الكيفيه, غادي يتبدل بزاف الحوايج, انهم يكونوا متفاهمين ويعاونوك. فراه هذه راه نعمه ان يكون عندك والدين غادي يتفهموا هاد الشيء كامل, فراه نعمه ما كتعطاش لاي واحد. والحمد لله انا توفرت على والدين بحال هكذا اللي تفهموني وعاونوني في بزاف 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 ديال الحوايج, سواء ماديا ولا معنويا عاونوني بزاف والحمد لله. اسم ديالي احمد عبابو, طالب في شعبة العلوم الفيزيائية, حاصل على بكالوريا بميزة حسن جدا. ف كنقول انه المدرسة الحمد لله وفرت لنا كل شيء باش نجيبوا هاد النقاط هادو, وهاد النقاط هادو كانت ثمرة ديال العمل المتواصل الصراحة والاجتهاد, كما انه الاجتهاد الاساسي عنده دور كبير في هاد الشيء. فالحمد لله الحمد لله ولله الحمد, كل شيء بيديك كل شيء بيديك والله العظيم كل شيء بيديك. يعني فاش تكون العام المتواصل من الاول ديال العام انت باغي الهدف ديالك صافي, ما تعقش انت اخدم الحاجه في وقتها وان شاء الله يكون التيسير. ان شاء الله تعالى انا بغيت ان شاء الله ندخل في المجال ديال الطب ان شاء الله تعالى, و هاد البكالوريا هادي كانت سوا واحد الطريق لهاد الدومين هذا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني ويوفق الجميع
الطلبه هنايا. كان فريمون واحد الجو عمانيكش كنحس براسي مزير ولا عرقان. في الحصص ديالي كلهم فريمون كنت ناشط، كنت متلوق، كنقرا، كنضحك، وفي الاخر الحمد لله جبت النقطه اللي زوينه. الوليدات اللي عندهم استدراكيه، بغيت نعطيها ثاني انه واحد بيت رومارك، ان في الباك ايغال النجاح في الحياه. هذه معلومه غلطه كبيره، يعني الباك راه ماشي هي الطريقه ديالك باش انك تنجح في الحياه. كاين بزاف المشوارات اللي باقيين تابعينك. دونك انت اللي عندك استدراكيه اخويا ولا اختي، كنقول لك انك غدير مجهود دابا. هاد الشهير اللي بقى لك ولا ما عتقل، غدير واحد المجهود وغتجيب هذيك استدراكيه. واخا الا ما جبتيهاش، باقي عندك بزاف المشاوير، باقي عندك بزاف 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 ديال لي شونس في الحياه باش انك تنجح بالقرايه وتجيب فلوس اكثر من داك الانجينيور اللي حاز. يعني فريمون الباك راه ماشي هي الطريقه باش الوحيده باش تنجح. ما تبقاش امل، كاين بزاف الطرق باش انك تدخل واحد المصروف كبير وتعاون والديك.